الرابع من آب 2020 هز العاصمة اللبنانية انفجار كبير بمرفأ بيروت وخلف وراه مئات الضحايا وألاف الجرحى وتدمرت معظم المنازل والمؤسسات. أدى الانفجار لحصول أضرار جسيمة بمبنى كريش سان فنسان الأشرفية التابع لرهبات المحبة. هالمبنى يلي حضن على مدار 50 سنة المئات من الأطفال اليتامى والأطفال المهمشين وقدم لهم كل المحبة والعناية والرعاية. هالمبنى يلي كان شاهد على ضحكاتهم البريئة فجأة الانفجار دمر كل شيء وغيب البسمة وقتل الأمل. لحظات من الألم والوجع انحفرت على الحيطان واضطرت رهبات المحبة إنه تسكر أبواب الحضانة. واليوم وبعد حوالي سنة من حدوث الانفجار بعده هالجرح عم ينزف، ولأنه وجعنا واحد، ولأنه مسؤوليتنا كبيرة تجاه الأطفال، ولأنه مش مسموح أنه يبقى طفل يتيم أو فقير ما عنده ملجأ أو مأوى يأمن له الرعاية والمحبة، لأنه التربية حق. وبظل هالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان، أطلقت جمعية كلوية ماريا كريدي مبادرة سوا من ضل بالتعاون مع كاريتاس لبنان، مشروع بلدي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هالمبادرة يلي بتهدف لترميم الأجزاء المتضررة من مبنى كريش سان فنسان. هالمبادرة يلي بتهدف لترميم القلوب الموجوعة ولإعادة الضحكة والحياة لهالمبنى. كنا مكملين حياتنا وكان كريش تكبر وتكبر ولادنا تزيدوا، اجت انفجار البعوض وباللحظة وقفت معنا حياتي. بصراحة وقفت بالكريش، صارنا أكثر من سنة وقفت، وباللحظة فكرنا كل شيء خلاص، إنه ولادنا راحوا، البيت كله راحوا خلص. مثل ما شفتوا يجوا أسوسياسيون برا أسوسياسيون يدقوا هالبيت، بدنا نظبط بدنا نعمل، ومرقنا تقريبا 7 أشهر ما حدا اجى، كلهم يجوا يشوفوا يصوروا ما حدا يجي يساعد. نطرنا تا نهار قالوا لي في أسوسياسيون كلوي ماريا كريدي، بس استقبلتهم حسيت فريمون انه جاي انا فون بدها تساعد ليزونفون. وقت اجت مدام ماريا كريدي حسيت انه بعض في اشخاص عنده روح العطاء وعنده روح الاندفاع وعنده روح الخدمه وعنده روح الاحساس الانسانيه. كانت تعاون كثير منيح، كان نظامي وكثير بروفيشنال، لانه سمعتنا نحن بشو بحاجه، الكراش لشو بحاجه، وقدرنا مع بعضنا نتعاون لنقدر سوا لنقدر فريمون نرجع نوقف الكراش هالجايه. مبادرة سوا من ضل سمحت لنا بالتنسيق والتعاون مع جمعية كلوي ماريا كريدي نقدر نرمي غرف الكراش بدهنا بتجديد السقوفية اللي تدررت وحطينا فوق لفوق جديد، بتجديد الأرضية ونحط فيني، بالإضافة لكل هدول ما فكروا بس بالأشياء بالحجر، فكروا كمان بالبشر وأمنوا للأولاد تجهيزات تسقيفية ومفروشة حتى الولد يجي على الكراش ويكون مش بحاجة لشيء. بتمويل مشكور من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأ برنامج بلدي بكاريتاس لبنان أعماله سنة 2012، وهو بيهدف لإطلاق مشاريع تنموية على مختلف الأراضي اللبنانية. إحدى الجمعيات اللي تم اختيارها هي كلوي ماريا كريدي اللي قدمت المساعدة لكريش سان فنسان دو بول لإعادة تأهيل مركزها اللي تضرر بقوة بانفجار بيروت. وهيدا المركز رح يكون بنتيجة المساعدة قادر إنه يستقبل حوالي 200 ولد ويقدم لهم الخدمات الضرورية. شكري من القلب.
لكل الأشخاص اللي ساهموا لإنجاح المشروع وإعادة الحياة للكراش. الشكر باسمي وباسم كل الأشخاص مستفيدين من الكراش، من موظفين وولاد وأهالي. بدي خص بالذكر جمعية كلوي ماريا كريدي، رابطة كاريتاس لبنان، مشروع بلدي ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. شكر كبير وربنا يبارككم ويعوضهم على كل تضحياتهم وعطاءاتهم. سوا من ضل هي رسالة أمل وتضامن وتحدي للواقع الصعب اللي عم نعيشه، لأنه سوا نقدر نعمل فرق كبير، ولأنه خيارنا أنه نبقى ببلدنا. سوا من دالي.